سلام البنات، ان شاء الله تكونوا ملاح. اليوم جيت باش ندير لكم وصفه حلوه سكرفاج، ولا الحلوه المبشوره، وهي حلوه جزائريه يعني قاع يحبوها. ونبداو بالمقادير. نحتاجو كاس بيض ولا ربع حبات بيض، نحتاجو كاس زيت، ونحتاجو معاها كاس سكر. يعني نتوما اذا حبيتوها حلوه بزاف ديروا كاس معمر، واذا ما حبيتوهاش حلوه بزاف ديروا كاس ماشي معمر. نحتاجو معاها زوج باكيات تاع خميره كيميائيه يعني 20 غرام هايليك، يعني كيس واحد 10 زوج 20. نحتاجو معاها زوج مغارف صغار فانيلا مع رشه ملح، وكلمسة إضافية نديرو معها مبشور تاع القارص ولا الزست تاع القارص. ونحتاجو معجون الدوق اللي حبيتوه، ونحتاجو معها فرينة باش نلمو العجينة. ونتقلو لطريقة التحضير. نجيبو الصحن تاعنا اللي نديرو فيه، نديرو البيض تاعنا، ونضيفو عليها الكاس تاع السكر تاعنا، ونزيدو لافاني والملح، مبشور قشرة الليمون، ونحركوهم قاع حتى وين تحسوا السكر تاعكم داب. هنا بعد ما خلطت البيض مليح مع السكر كما راكم تشوفوا السكر تاعنا ذاب، نديرو الكاس تاع الزيت، ونزيدو نحركو. سيليكون هنا بعد ما خلطت كاع المكونات جانس لي الخليط كيما راكم تشوفوا.
هنا نبداو نديرو في الفرينه تدريجيا. انا هنا في هذه الوصفه مانيش حابه ندير عجينه، على خاطر لو كان ندير عجينه من بعد ديك كيطيب، لو كان نديروها عجينه يابسه كيطيب حتجيني يابسه وماش حتجين بزاف. يعني انا هنايا حندير الفرينه بشويه. انا هنا كيلت عندي 3 كيسان، دوك نقول لكم اذا ترفد لي 3 كيسان ولا لا. لا هنا حنديرها بشويه، يعني نسحقوها تكون تلصق شويه، يعني ماشي يابسه وماشي جاريه جايه، يعني نسحقوها تلصق شويه. ومن بعد تيك من هاد العجينه حندو منها شويه باش من بعد نسكرفجوها ولا نرشوها فوق العجينه، وهذيك اللي حندوها حنديروها يابسه، يعني نزيدو لها الفرينه. تما تبعوا معايا. بعد ما درت 3 كيسان يعني ما لحقتش القوام اللي كنت حباته، مازالها سائله بزاف. دوك نتوما على حسب النوع تاع الفرينه، اذا عندكم فرينه يعني تشرب تمتم ديروا بشويه بصح ما تفوتوش 3 كيسان، واذا عندكم الفرينه اللي ما تلمش تمتم انا درت 3 كيسان، هاني حنزيد نص كاس ونشوف. هنا زدت نص كاس واحد اخر، تسمى في هذه العجينه انا لمت لي ربع كيسان فرينه. ولات لي بهذا القوام، يعني شاده روحها بصح ماشي عجينه. هنا راني عندي طبسي واحد اخر فيه فرينه، حندي منها شويه باش نديرها في الفرينه باش من بعد كي نسكرفجو شويه من الفوق نقدروا نشدوها ما تكونناش سايله، ما ندوش بزاف. ندو هكا هنا. دوكا العجينه تاعي طريه راهي واجده، والعجينه اللي يابسه عليك تان هاي واجده. دوكا نبداو نديروها، نوريكم كيفاش نديروها في سنيوه. هنا نجيب سنيوه تاعي، اذا كانت سنيوه تاعكم تلصق يعني ديروا لها الزيت، لا تقدروا حتى ديروها ورق زبده ولا ورق طبخ. واذا كانت ما تلصقش تكفي برك ديروا لها الزيت. انا هذه ما تلصقليش بصح انا حابه ندير لها الزيت.
بعد ما درت الزيت تاعي هنجيب العجينة ونحطها في سنيوات. باش نحلوها لازم نديرو زيت في يدنا باش ما تلصقنا، شخص كما قلت لكم تقعد جايه تما نديرو زيت في يدي باش نمشيها. وهذه اصلا تجي خير من تاع لي تجي يابسه، اختي لي تجي يابسه لازم ندير لها الحلال وتمشيها وما تكابيكم بلي الحلوه تاع الزيت تطلق في الزيت تاعها، تما هذه اسهل طريقه تاع الحلوه. هكا غير بيديكم تمشوها. هنا الحاجه المهمه اللي لازم نديروها في هذه الوصفه هي انه لازم نتقبل الحواف بصبعتينا ولا نطلعوا الجوانب ونسقوهم في صنيوه، على خاطر لو كان ما نديروش هذه الطريقه من بعد كي نديروا المعجون فوق العجينه يخرج لنا في الحواف ويتحرق، بالاضافه بالك الحواف تتكم يهبطوا وتبدا تكمش لنا العجينه، تما لازم الحواف نطلعوهم مليح وندخلوها للفرن طيب على درجه حراره منخفضه. وكي تشوفوها طابت نص طياب جبدوها. والخطوه المهمه تاني لازم نديروها هي كاين بزاف وصفات اللي يديروهم يديروا المعجون مع العجينه ويديروها طيب، حنا كي نديروا المعجون مع الاول يبدا تاني يتحرق ويطيب بزاف ومن بعد تي كي نشوف لكم وما يجيش بنين. حنا هنايا حنديروه في الوسط يعني في وسط الطياب باش كي نزيدو ندخلوا العجينه طيب في النص يقعد لنا المعجون معسل، بالاضافه الى كما راكم تشوفون هبط شويه العجينه تنفخت بزاف. بعد ما هبط الوسط العجينه وخليت الجوانب طالعين هنا نديروا المعجون كما تفهمنا نديروه في نص الطياب. تحبوا ديروا معجون تاع المشماش ولا تاع الخوخ ولا تاع العنب ولا تاع القارص ولا تاع البرتقال كما تحبوا. هنا حنديروا المعجون وسيو ديروا بشويه باش ما يجيكمش بزاف وما كيطلع لكم على العجينه ويلصق في الحواف تاع السنيوه. هنا نديروا بشويه كما راكم تشوفوا. بعد ما نكملوا نديروا المعجون فوق العجينه وما تنساوش ديروا في الحواف تن باش ما يجوش صامطين ولا باش ما تجيش فيهم ريحه العجينه. هنا نجيبوا ديك العجينه اليابسه اللي خليناها مع الاول ونسكرفجوها في سكرفاج الكبير. هنا قد ما درتوها يابسه تجيكم سهله خير. وكي نكملوا نديروها في الفرن على درجه حراره منخفضه نشعلوا عليها من الفوق، على خاطر كنا شعلنا عليها من التحت دوكا نشعلوا من الفوق باش العجينه اللي درناها من الفوق تطيب. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوه تاعنا، تجي مبسه ومحمره وبنينه حتى في المعجون تقعد طريه. ان شاء الله تكون عجبتكم.